أهلا وسهلا بحضراتكم. طيب، إذا كانت دي الصفات والسمات التي يجب أن يمتلكها القائد أو الذي يعمل بالمؤسسة، هل هناك مهارات رئيسة للقيادات الإدارية؟ القائد الإداري ده هل جه بحكم المعرفة وخد منصبه ده لأن أبوه هو رئيس مجلس الإدارة أو له واحد قريبه أو في سلطة فوقية قالت فلان اللي يجي وبلاش فلان؟ طيب فلان ده لما أصبح قائد مسؤول قائد إداري، اسأل نفسك معايا وخلونا نسأل ونبقى صرحاء جدا فيما نطرح، لأنه يا جماعة الذكاء العاطفي قائم على المبادرة والصراحة، ما ينفعش فيه التأويل، ما ينفعش فيه عدم المكاشفة، الوضوح والتوازن النفسي وضبط الانفعالات يأتي من الصدق والقدرة على أن تسعد نفسك وتسعد الآخرين، ممتلكا صفات وسمات شخصية ومهارات اجتماعية تجعلك قادر على أن تتعامل مع المحيط بك تعامل إيجابي، فتنزل عليهم قدر من السعادة والألفة والتقدير المعنوي والتقدير المادي. هو ده اللي في النهاية بيحقق مضمون الذكاء العاطفي. طيب، المهارات الرئيسة اللي المفروض القيادة الإدارية تمتلكها، هل لدى حضرتك ولدى من تعمل معهم القدرة على الابتكار والإبداع؟ والابتكار بيجي في بيئة آمنة ولا بيجي في بيئة مهددة؟ والله حسب الأوضاع. لو بيئة مهددة تستوجب سرعة الإبداع، أحيانا الناس بتبدع في وقت الحروب أحيانا، ولكن العبرة بالنهاية إن الإبداع والابتكار تم من قبل أناس أكيد بيحبوا المؤسسة وأكيد منتمين لهذه المؤسسة أو لهذا الكيان، وأكيد لقوا بيئة معززة تدفعهم. وفي ناس يا جماعة والله بتبقى عايزة تبدع وعايزة تبتكر، فنتيجة الكراهية والحقد الدفين من الرئيس للمرؤوسين اركن على جنب ما تلزمنيش، بيبقى نفسه يخدم مؤسسته أو يخدم الجهة اللي بيشتغل فيها متطوعاً، ولأن الآخر يريد أنه يأخذ أكبر قدر ممكن من المميزات المادية والمعنوية والمناصب وغيره، يبقى اركن على جنب ما تلزمنيش. إذن المهارات الابتكار والإبداع أمر مهم جدا يجب أن يكون موجود لدى القيادة الإدارية. قدرته على أن يطور من نفسه ويحدث من نفسه، دائما يبحث عن الجديد، يشوف في دورة، في برنامج، في ورشة عمل، في كتاب جديد نزل في التخصص، يروح يشتري، انما يفضلش قاعد كده في شوارع غير الاكل والشرب وخلاص، وانا بقيت مدير خلاص كفايه بقى اللي فات فات، كنا زمان بنقرا. لا، هو دائما يطور ويحدث من نفسه ويطور ويحدث مؤسسته ويدفع العاملين معاه الى التطوير والتحديث. الجداره الفنيه والمهنيه امر مهم جدا، عنده جدارات فنيه ومهنيه بيطور نفسه في مجال المهنه، إذا كان مدير مدرسة، إذا كان عميد في الجامعة، إذا كان مدير مؤسسة اقتصادية أو مدير مؤسسة أمنية أو مسؤول عن جهة ما سياسية أو سيادية، في النهاية هو يطور، لديه جدارة فنية وجدارة مهنية في بيئة العمل بتاعته وفي تخصصه، يتعامل مع اللوائح والأنظمة بما يحقق أهداف المنظمة مش بما يحقق أهدافه هو، بما يحقق أهداف منظمته أو مؤسسته وليس بما يحقق أهدافه هو الخاصة، يتفاوض ولديه القدرة على الإقناع والتأثير، وبالتالي جميل جدا أن يمتلك مهارات اتصال، جميل جدا أن يصبح لديه القدرة على الإقناع بوعي وبفهم والقدرة على التأثير. أكيد كل هذه من مقومات الذكاء العاطفي وقيمة كبيرة جدا. بيواجه المواقف ما بيهربش، في ناس وقت ما تحصل أزمة يهرب ويقعد في البيت ويقول اللي بعديه بقى شوف الحكاية إيه وبلغني. هذا لا يجوز في العالم المتقدم الذي يحترم نفسه، ولا أقصد بالعالم المتقدم الحديث عن هنا أو هناك، ولكن العالم المتقدم مع ذاته ومع نفسه، السوي مع نفسه ومع المحيطين به، هناك قدرة على مواجهة المواقف وحل المشكلات وإدارة الأزمات. يمارس أنماط القيادة حسب الموقف. هل يوجد نمط، السؤال لحضراتكم، هل يوجد نمط أفضل من نمط في أنماط القيادة؟ النمط الديكتاتوري أو المتسلط، والنمط الديمقراطي، والنمط الحر، أيهما أفضل؟
سهل جدا، واحد من حضراتكم يقول النمط الديمقراطي هو الافضل. لا، احيانا النمط القائم على القسري الديكتاتوري اللي هو بيصدر القرار بيكون مطلوب وقت الازمه، وقت الكارثه، وقت الجائحه، لازم واحد ياخد قرار. مين هياخد قرار؟ القائد. امال هو قائد ليه؟ امال ليه اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي؟ هو اللي لازم ياخد. فيش وقت ان نعمل اجتماع ولا في وقت ان لازم ياخذ القرار. فده احد الانماط. وفي لحظه من اللحظات نحتاج الى النمط الحر الذي يسمح للتابعين والمرؤوسين ان هم اللي ياخذوا القرار، واعطيهم مساحه من الحريه. وفي غالب الامور كثيرا ما يتم اللجوء الى النمط الديمقراطي القائم على التواصل والتعاطي مع المرؤوسين، ودور القائد هنا هو موجه ومرشد، وينتظر في النهايه ان يستقبل الاستجابات من قبل الآخرين. إذن المهارات الأساسية للقيادة الإدارية مهمة جدا، تتفق مع سمات من يمتلك ذكاء عاطفي بشكل أو بآخر. نريد أن نؤسس ونؤكد على تلك المهارات للقيادة الإدارية لحضراتكم وللعاملين في كل مجال القيادة أيا مكان موضعهم. نكمل مع بعض ونلتقي على خير في أمان الله. مع السلامة.